السلام عليكم وعليكم صديقاتي أصدقائي، رمضان مبارك سعيد لجميع متابعات ومتابعي قناة مورك الكريم تي في الجريمة المغربية. فهاد الفيديو غادي نرجع لكم قصة القتل والإحراق ديال الجثة ديال مول الحانوت اللي كيبيع المواد الفلاحية في منطقة الحاج قدور جماعة سيدي سليمان مول الكيفان ناحية مدينة مكناس. الجريمة اللي تورطوا فيها ثلاثة البراج كانوا خدامين مع الضحية، ويلاه مدة قصيرة باش بداو يخدموا معاه. في الفيديو غادي نعطيكم الجديد في هاد الجريمة وطبيعة تهم باش كيحقق قضية التحقيق مع المشتبه فيهما الموقوفين، يعني شنو هي التهم، شنو العقوبة الممكنة. جوج اللي تشدو راهم دابا في سجن تولال الثاني، مازالين براهش الكبير فيهم خالق في عام 2004، يعني في عمره 19 عام. واحد فيهم مازال حدث، يعني مازال ما بلغش سن الرشد، صغار عليه بعامين. الثالث مازال هارب في حالة فرار، البحث مازال عليه جاري بعد ما الضابط القضائي شخصات الهوية ديالو، عرفوه شكون هو. براش بجوج راهم دابا في الحبس ديال تولال، هذه السيمانه اللي مدوزين فيه. قاضي التحقيق بمحكمه الاستئناف مكناس غادي يبدا يحقق تفصيليا معهم بعد ما كان سمع لهم اعداديا في الاسبوع اللي داز اللي حالهم عليه الوكيل العام. القتل العمد مع سبق الاسراء والترصد، تمثيل بجثه، اضرام النار عمدا، إخفاء معالم جريمة، السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التشديد والليل. هذه ربعة الجنايات وهي تهم ثقيلة كيتحقق مع المتهمين بسببها قاضي التحقيق. هذه الجنايات كما قلت كبيرة، العقوبة فيهم في القانون الجنائي المغربي يقدر توصل حتى للإعدام، حيث ملي كتكون جريمة القتل مقرونة بجناية واحدة أخرى كيقدر توصل العقوبة الإعدام. وخا ديك البروش الحدث اللي مازال ما بلغ سن الرشد ميمكنش تحكم بديك العقوبة، حيت القانون الجنائي المغربي أقصى ما يمكن يحكم به على الحدث هو 15 عام. هذا إلا ثبت على أنه كان بالفعل مازال حدث مازال ما بلغ سن الرشد في التاريخ الارتكاب ديال هاد الجريمه. الجدرميه مازالين كيقلبوا على المتهم الثالث اللي توارى على الانظار، مابقاش كيبان ليه الاثر في الحاج قدور، والبحث مازال منصب على المحيط العائلي ديالو فين يكون مشى يتخبى. غالبا السيد غادر المنطقه وسافر لشي بلاصه بعيده باش يتخبى، الله اعلم. الجدرميه مازالين كيقلبوا عليه وشحال ما طال الزمان غادي يتشد. نرجع لدابا لهاد الجريمة البشعة اللي كانوا طريطاوها العناصر ديال الجدرمية ديال المركز القضائي في مدينة مكناس، طبعا معهم حتى الجدرمية ديال الحاج قدور. البحث طبعا كان تحت الإشراف المباشر ديال فهمي بوزيال الوكيل العام في محكمة الاستئناف في مكناس. دابا هادي السيمانة اللي دوزوها في الحبس، حيت تحالوا على الوكيل العام نهار 15 مارس 2023 اللي حالهم دوروا على قاضي التحقيق اللي غادي يبدا التحقيق تفصيلي معهم بعد ما سمع لهم اعداديا. هاد السيمانه غادي يعاود يسمع لهم او بالاحرى غادي يشرح في التحقيق التفصيلي معهم. نحكي لكم دابا شنو وقع في ديك الليله حتى تقتل السيد وتحققت الجثه ديالو. الليله ديال الحد الاثنين 12 13 مارس 2023، الضحيه مسكين تاجر عنده محل كيبيع فيه المواد والتجهيزات الفلاحيه. هاد المحل كاين في وسط الحاج قدور. الحاج قدور هو ديك البتي فيلاج اللي بعيد تقريبا شي 15 كيلومتر على مدينة مكناس، وكيبيع في ديك المحل كيبيع قطع الغيار وحتى التجهيزات من المواد الفلاحية كما قلت، حيت المنطقة فلاحية فيها الفلاحة تبارك الله الخير. هاد المحل كاين تحت الدار اللي ساكنت فيها الضحية، المجرمين كانوا كيخدمو معاه، يعني عارفين عليه كلشي، كيخلصهم في نهارهم كيستنزقو الله مع الكليان. واحد كيشارجي معاه هذا يدور معاه، واحد اخر كيعاون واحد اخر ويدور معاه، المهم دبري على مصيرف سامح حمد الله وخرجوا على راسه. ديك الليله
تسللوا للمحل فين خدامين، كانوا مشاو في العشيه غادروا المكان خاوا يدعوا المشغل ديالهم، وفي الليل رجعوا باش يسرقوا. وماشي المره الاولى غادي تبين بانهم سرقوا، سبق لهم سرقوه بحكم انه ساكن في المحل، مره كيباس في المحل، وما تفاجئوا به من الداخل. الداخل ملي دخلوا تسللوا، ملي شافهم تعدوا عليه، استعملوا شي قضبان حديديه، قضبان الحديد بها باش ضربوه. ضربهم مسكين للراس في الاول وباقي انحاء الجسم ديالو، ضربوه حتى مات، وتيقنوا باللي مات. ما اكتفوش للاسف بالقتل ديالو، جابوا حتى الدوليو. هاد الدوليو هي واحد الماده، هي من السلع اللي كيبيع في الحانوت، رشوه وتلقوا فيه العافيه باش يخفيو معالم هاد الجريمه البشعه. مجرمين محترفين، واخا يلا خرجوا من البيضه كما كيقولوا، يلا فقصوا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لغد ليه في الصباح تفاجئوا الناس بالسيد ملي كان دازيم تما، تفاجئوا بهذا السيد وهو في الخمسينات من عمره، لقاوه ميت ومحروق، الجثه ديالو شبه متفحمه. جاو جدر مياه عيطوا، بعد ما عيطوا لهم داروا متعيان، تهزت الجثه لامورك في مستشفى ديال محمد الخامس في مدينه مكناس. تقرير ديال الطب الشرعي في السبيطار اكد وجود شبهه جنائيه وراء هذا الحادث، وماشي السيد تحرق بوحده، يعني السيد مقتول وعندو جروح في الراس. وخا البراش بغاو يخفيو معالم الجريمه ويحرقوا الجثه، بان بلي مقتول، لكن شكون اللي يكون قدر تقتلو؟ من هنا بدا البحث ديال الجدرميه باش يعرفوا شكون هو الجاني او الجناس. العناصر ديال المركز القضائي ديال الدرك في مكناس تحت الاشراف الميداني تبع القائد السريه داروا حراسه، هما والعناصر ديال الحاج قدور داروا حراسه على المحل والدار، وشدوا ايضا المراقبه على الديور ديال الاشخاص الثلاثه بهم اللي كانوا خدامين معه، حيت كلهم ولاد الحاج قدور ماشي برانيين. الصباح ديال الاثنين غادي يوقع واحد الحادث، غادي ينتبهوا الجدرميه لمرور جوج من الدراري اللي خدامين معه من حدا المنشر، دازوا من حداه هذا المنشر اللي وقعت فيه الجريمه، دازوا ما وقفوا ما والو باش يشوفوا، ما وقفوش باش يشوفوا شنو وقع ولا والو. الشيء اللي قوى الشكوك ديال الجدرميه حول احتمال التورط ديالهم في القتل ديال الهالك، شدوهم صندقوهم واجهوهم بهاد الادله اللي كاينه، كثروا عليهم الاسئله سين وجيم، واعترفوا، اعترفوا بكل شيء، ماشي غير بالقتل والحرق ديال الجثه ومحاوله اخفاء معالم الجريمه. الدراري اعترفوا بشي حوايج وحدين اخرين، وهي انهم سبق ليهم سرقوه قبل شي ايام ما ينفذوا فيها الجريمه الاخرانيه، اتفقوا بيناتهم ثلاثه باش يعاودوا يسرقوه بلا ما يتوقعوا بلي الامور غادي تطول لهاد الدرجه ويقتلوه ويضيعوه في حياته ويضيعوا حتى هما ثم في حياتهم، ضاعوا خلوا لعائلاتهم غير المشاكل والله يحسن العوان. الضحيه الاشاره هو متزوج عنده بزاف الاولاد، لكن كيعيش بوحده في ديك المحل والدار. هادو اللي قتلوه كانوا عارفين كل الخبايا ديالو حيت خدامين معاه، داوه اكثر من جوج، داو له تقريبا اكثر من جوج المليون، لكن فاش غادي ينفعوا هاد الفلوس البراش؟ ضيعتو السيد في حياته، ضيعتو وليداتو فيه، مرتو، عائلتو، كلشي ضاع فيه، وضيعتو حتى نتوما، ضيعتو والديكم ايضا. شتو التهور والصيغه وقلة العقل فين كتوصل. شكرا لحسن استماعكم، ورمضان كريم، والى فيديو واحد اخر. دمتم أوفياء للقناة ودامت أفراحكم.